بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بس هنكمل الزوم الثاني لمدة 20 دقيقة. الزوم ده هنكمل التكملة بتاعت المحاضرة التعريفية، وبعد كده هنعرض لحضراتكم النماذج الفراغات المطابخ اللي احنا هنطبقها في خلال فترة الدبلومة. كل راوند جديد بنطبق مشروع جديد. هوريك، هنعرفكم فكرة السيستم بتاع الوان ورك توب في الورك عامة، وبعد كده هنفتح لحضراتكم أسئلة. ده بالأسئلة اللي حابب يسأل باشمهندس محمود فيما يتعلق بالمطبخ، ونتعرف على حضراتكم التخصصات سواء قسم عمارة أو غيره، هيبقى برضه في آخر 10 دقائق من الدوم. تمام، فالتوت كده تمام يا باشمهندسين، ممكن نكتب بس زيرو بس بعد النقطة. فتحت لحضراتكم الشات، معلش الشات كان مقفول، فلو التوت كده تمام ممكن نكتب زيرو بس. الشير كده ظهر قدام حضراتكم كده تمام، ممكن نكتب بس رقم واحد. الشير كده ظهر قدام حضراتكم كده تمام، نكتب رقم واحد. طيب هبدأ دلوقتي بس عشان وقت الزوم، تكملة للزوم الأول بعد النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها في الخط بالدبلومة المطابخ اللي طرحها باشمهندس محمود الأبيض. التكملة بعد الزوم الأول، فكرة الورش اللي احنا بنقدمها سواء في الورشة المستوى المتقدم أو الدبلومة بتاعة المستوى المتقدم في المطابخ أو الأساس. في كورسات كتير طبعا على السوشيال ميديا بتعمل بروجكت ثابت، والبروجكت ده بيبقى مسجل وبيشرح نفس المشروع. احنا في الوان ورك شوب كل مجموعة جديدة بنطبق مشروع جديد، يعني مش بنعمل فكرة إن إحنا يبقى بنطبق على بروجكت واحد. ليه؟ لأن سهل جدا إن أنا ممكن أدي لحضراتكم مثلا تصميم مطبخ، وباشمهندس محمود يشرح التفاصيل بتاعتها، اللي هي أصلا بنسبة 60% من الرسمة بتاعت المطبخ كده كده بنشرحها في دبلومة المستوى المتقدم اللي هي خاصة بالتشطيبات، اللي هو بنشرح تطبيق مشروع سكني كامل. وإحنا بندرس التطبيق السكني الكامل بنكتب بقى كل قطعة أساس المقاسات العامة بس. بدأنا ابتداء من شهر 7 اللي فات ان احنا نعمل دبلومة تفاصيل الاساس، نمسك كل حاجه في يعني مثلا الناس اللي مشتركين معانا في المستوى المتقدم اللي هيكون معانا ان شاء الله في دبلومة التفاصيل المطبخ، هيبدأ ياخد المعلومات اللي احنا هناخدها في دبلومة المطبخ ويطبقها على نفس المشروع اللي هم اشتغلوا فيه في خلال الفتره اللي فاتت. نفس الكلام برضو في دبلومة الدريسنج، نفس الكلام في دبلومة الوحدات الأساس الخاصة بالحمامات، دبلومة الوحدات الأساس الخاصة بالليفنج زي اليونت التي في، اليونت الغرفة النوم الماستر، المكونات بتاعتها، طريقة التفصيل بتاعتها بالتجميع بكل حاجة، علشان المصمم لما يكون عنده دراية كاملة بكل التفاصيل بتاعة التصميم من أول التشطيبات لحد الأساس يقدر يعمل شغل بشكل مظبوط. هعرض لحضراتكم نماذج من تطبيقات المطابخ اللي قدام حضراتكم ده اصلا من ضمن الاستديوهات او من ضمن المشاريع التقني اللي احنا طبقناها خلال السنتين. الحمد لله بفضل ربنا ان احنا طبقنا 31 مشروع استديو تقني. المشروع استديو تقني ان احنا بنخش مشروع جديد، مشروع جديد نفس المشروع في كل مجموعه. ليه؟ لان سهل جدا زي ما وضحت لحضراتكم من شويه ان احنا ممكن نتعلم الفكره وتيجي بعد كده تشتغلوا شغل برايفت، لان نفسكم مش عارفين تعملوا التصميم او التعديل بتاع الديزاين. تمام؟ فعشان كده احنا بنعود المتدرب ان هو ياخد خبره مختلفه من كل مشروع جديد بالمشاكل بتاعه المشروع، علشان بعد كده لما بيجي لكم بروجكت تبقوا واثقين في نفسكم ان انتوا تقدروا تطلعوا كل المشاكل بتاعه التصميم ايا كان الديزاين. نفس الكلام برضه في تصميم المطابق. هعرض لحضراتكم الشكل المشاريع بتاعه المطابق. اول راوند ان شاء الله بالنسبه لدبلومه التفاصيل المطبخ هنطبق مشروع تقريبا كان عاملين تصويت تقريبا المشتركين معانا، مش متذكر رقم كام، كان 29 تقريبا. فكل راوند جديد، كل راوند جديد رقم 29، فكل راوند جديد بنطبق مشروع جديد. احنا عندنا تقريبا 31 مشروع تقني طبقناه في خلال الفتره اللي فاتت. هنبدا ناخد النموذج المطبخ، الناس اللي هتلتزم معانا ان شاء الله في الراوند الاول في المتابعه والحضور، اكيد في ناس معانا مشتركين من هنا في المستوى المتقدم وعارفين فكره النظام بتاع الوان ورك شوب، ان احنا مش بندي المتدرب ان هو يبقى مع التسجيلات وبعد كده يطبق ويرجع بعد كده يعمل متابعه بعد شهر اثنين ثلاثه، لا احنا بنعمل مده معينه للورشه. ليه؟ عشان حضراتكم تستفيدوا من المده بتاعت الورشه في اقل من شهر بنقدر نوصل لنتائج كويسه.
لما يجي لكم فرص عمل سواء في المكتب الفني في المطابق او المكتب الفني في التشطيبات اللي هو التوب براونج التشطيب الداخلي بتاع التصميم الداخلي، تبقوا انتوا جاهزين للشغل. فكره ان احنا يبقى عندنا هو كده كده التسجيلات بتبقى مسجله، بس احنا بنعتمد 60% 60% او 70% على التسجيلات و90% على المتابعه. يعني المتابعه بقى بنبدا بقى نتعمق في التفاصيل، ممكن ندخل في سيرش الشركات، انواع الخامات بتاعت الشركات بتاعت الخشب، انواع الخامات بتاعت الاكتترات اللي بنستخدمها في تصميم المطابق، انواع المفضلات بتاعت المطابق ونجيب التفاصيل بتاعتها. بجانب كمان ان احنا عاملين في الدبلومه بتاعت المطبخ اللي هي في الليفل الثالث في زياره في الموقع في اثناء تركيب المطبخ، هيبقى مع باشمهندس محمود وانا اكون مع حضراتكم. الناس بالنسبه للناس اللي داخل مصر يقدروا تشوفوا الحاجه دي وهي بتتركب في الموقع، التركيب العلب بتروح للموقع ازاي. مش مجرد بس ان احنا بنتعلم حاجه على برنامج الاوتوكاد بس او برنامج عن طريق الدوم، وهتشوفوا نموذج علبه مجمعه سواء في المقر في المكتب عندي او في المصنع. ودي من ضمن الحاجات اللي احنا عاملينها في الورشه بتاعت الليفل الثالث. الناس اللي هتلتزم معانا ان شاء الله في الليفل الاول والثاني هتشوف الحاجه ده بشكل عملي. مش كده وبس، هنبدا كمان نعمل حاجه اسمها مسابقه، مسابقه تصميم. مسابقه التصميم دي ليها علاقه بتصميم متعدده الاستخدام تخدم الفراغ المطبخ، ان الناس المتميزين معانا ان شاء الله في المستوى في الليفل الاول والثاني وهيخش معانا في الليفل الثالث، كل واحد هيبدا يصمم فكره. احنا انا وباشمهندس محمود هنقترح مثلا احنا عايزين نعمل منتج من 3 الواح او منتج من 4 الواح والمفضلات المستخدمه كذا، عشان نعرف ازاي نفكر في التصميم من حيث استغلال الخامه بشكل مظبوط ما يبقاش فيه هد، وفي نفس الوقت يبقى فيه فكره جديده واحسن تصميم هيطلع من خلال التطوير. هناخد القطعه دي وننفذها مع بعض في الورشه ونشوف الحاجه دي بتتنفذ. اعتقد ان الاوبشن ده مش موجود في اي ورشه، ودي احنا عاملينها في الوان ورك شوب في اغلب الورش. فالموضوع هيبقى فيه جزء نظري وجزء تطبيق عملي على برنامج الاوتوكاد ازاي نعمل التوب براون بتاع المطبخ، وجزء عملي على الموقع سواء في التجميع في المصنع تشوف الحاجات اللي بتتقطع ازاي طريقه تجميعها. دي بالتنسيق مع انا وباشمهندس محمود هنظبطها مع بعض بعد ما نخلص الدبلومه، وهنقسم الفريق العمل الناس اللي هتلتزم معانا تقدر تحضر الموقع بتاعت الجزئيه دي. تمام. الحاجه الاخيره، احنا في الورشه هنا مش هنتعلم برنامج 3 دي او سكتش اب، لكن هنعمل فيديو مسجل ازاي ان انتوا تعملوا التطبيق التفاصيل دي على البرنامج. طبعا حضراتكم لازم يكون عندكم درايه كامله بالبرنامج 3 دي او بالبرنامج السكتش اب. اللي عنده اللي حابب يتعلم السكتش اب بشكل تفصيلي معانا محاضر من فلوان مهندس صقر حنونه متخصص في البرنامج السكتش اب، تقدروا ان انتوا تتعمقوا في تعليم البرنامج على تطبيق المطبخ مع الباشمهندس مهندس طاقه. لكن هي مش من ضمن الدبلومه، لان الهدف الدبلومه ان احنا بنتعلم ازاي نعمل ان احنا نعمل الشغل لمكتب فني، لان التعليم ال 3 دي اي حد ممكن ياخد كورس 3 دي او اي حد ياخد كورس سكتش اب ويبدا يطبق المحتوى بتاعت الدبلومه على اي برنامج. تمام. لكن لو انتوا حابين ان انتوا تربطوا الورشه بالبرامج، ممكن نعمل ورشه خاصه بالسكتش اب منفصله عن الدبلومه مع باشمهندس تاخر او اللي حابب يشتغل 3 دي ماكس، نقدر نرشح لكم اكتر من محاضر من الناس المتميزين اللي بيعملوا شغل بنفس نظام المتابعه. تمام. خلينا نشوف مع بعض الشكل المشاريع عامله ازاي. ده مشروع من ضمن المشاريع اللي احنا مجهزينها في الدبلومه. زي ما قلت لحضراتكم ان احنا مش فكرتنا ان احنا نعمل نموذج مطبخ، نموذج مطبخ مش فكرتنا ان احنا نعمل نموذج مطبخ ونحفظ الخطوات، لا احنا بنخرجكم بره الصندوق ان انتوا ازاي تعالجوا في المشاكل بتاعه التصميم. واعتقد الناس المشتركين معانا في المحتوى المتقدم عارفين نظامي في كل الورش اللي احنا بنقدمها. ما بنخليش المتدرب يبقى حافظ، هو يبقى فاهم كل حاجه وبيعملها ازاي. السوق منقسم لجزئين، 95% من المكاتب سواء داخل مصر او خارج مصر ما بيحتاجش لوحه تفصيليه بالنسبه للجزء بتاع التشطيبات، لكن بيحتاج ان انا كمصمم ازاي ان انا اعمل المقاسات مظبوطه وازاي ان انا اعمل الحاجات علاقتها مظبوطه بالاساس. 5% من الشركات اللي في السوق لو مثلا في مشاريع كبيره زي مول او زي مثلا مشروع مستشفى او مشروع مبنى اداري ايا كان بيحتاجوا لوحه تفصيليه، ودي بتبقى 5% او 6% اللي هي بتبقى في المكاتب الكبيره. فعشان كده احنا بنبدا الاول المشاكل الموجوده في السوق بنسبه 80% مشاكل تصميم. ممكن حضراتكم تبقوا بتشتغلوا ديزاين كويس بس مش رابطينها بالتنفيذ سواء في التشطيبه او الاساس. ممكن في ناس تبقى عندها جزء التصميم ضعيف قوي، فبتقدروا ان انتوا تركزوا في ازاي ان انتوا تبقوا اقوياء في التصميم من حيث المواقع اللي احنا بنقدمها لحضراتكم، تغذيه بصريه لمجموعه مواقع لمصممين مشهورين
بجانب ان احنا نشوف التصميم ده لو هنفذه هنفذه ازاي، نعرف نفكر ازاي نطلع حلول مختلفه للتنفيذ. اللي حابب بعد كده يتعمق في دبلومه التفاصيل اللي هي اصلا موجوده من ضمن الورش اللي احنا بنقدمها في الوان ورك شوب، ان شاء الله في راوند الاول بتاعت دبلومه التفاصيل الابواب هنبداها ان شاء الله في الاسبوع الثاني من شهر 8 خاص بالمشتركين معانا في المحتوى المتقدم. هنتعلم ازاي نعمل التفاصيل بتاعت الابواب، ازاي يبقى في اي تصميم باب ايا كانت فكره اعرف اعمل الكوب روينج بتاعها عشان اصنعها في المصنع او في الورشه، وايه الابواب الجاهزه اللي ممكن نجيبها. دي طبعا مش موجوده في اي ورشه. بعد ما خلصت دبلومه الابواب هنخش في دبلومه الشبابيك، دبلومه الارضيات، دبلومه الاسقف. دي بتبقى بره بعد ما بنخلص الورشه المحتوى المتقدم عشان لو حضراتكم جات لكم فرصه الشغل ما نعرفش، لان التفاصيل طبعا ممكن تستمر من 3 شهور ل4 شهور او ممكن توصل ل6 شهور. فانا لو اتعلمت التفاصيل وانا مش عارف اعمل التصميم كده مش عارف اشتغل في الروتمات التنفيذيه. فاحنا بنمسك العصايه من النص، ان انتوا لما يجي لكم اي بروجكت اللي اصلا السوق بنسبه 95% بيبقى عايز حد شاطر في التصميم وازاي ان هو يحولها روتمات تنفيذيه من المقاسات الاساسيه. اللي عايز بقى يتعمق في التفاصيل اللي انا كده كده اصلا بعلم المتدرب ازاي ان هو يعمل سيرش يجيب الداتا دي من على النت، ازاي يجيب الشركات، ازاي يجيب التفاصيل. مش كل حاجه لازم نرسمها اوتوكاد، ممكن ناخدها جاهزه من الشركات من الكتالوج بتاعت الشركه ونحطها في الفيو بورت بتاعت المشروع. مش كل حاجه بنرسمها اوتوكاد، وفي حاجات بيترسم اوتوكاد مخصوص زي مثلا الكاونتر بتاع المطعم، الكاونتر بتاع الشركه، دي ما بتبقاش جاهزه. فانتوا بتبقوا عارفين ازاي ان انتوا تنفذوا الحاجات دي. دي تعتبر جزء من الرسومات التنفيذيه الاساسيه واللي هنعملها ان شاء الله بعد ما نخلص الراوند الاول بتاعت المطابق. هيبقى في عروض كويسه جدا، ممكن العروض توصل لخصومات كبيره للناس المتميزين زي ما انتم عارفين ان احنا بنستهدف الناس الملتزمه اللي حابه توصل لنتيجه كويسه في وقت اقل. هنخش بعد كده في دبلومه الاساس، كل بند في الاساس في التصميم سواء مطابق او فرنستر او مطاعم تبع المطاعم او تبع الشركات او تبع البنوك ايا كان التصميم هنتعمق فيها بشكل تفصيلي زي فكره الدبلومه المطابق. تمام، خليني اعرض لحضراتكم صور من المشروع. طبعا المشاركين معانا في المنطقه المتقدم عارفين طبعا ان ده جزء من المشروع، فاحنا عاملين سكرين شوت للفراغ المطبخ بس. ده تصميم موجود فعلا في التصميم، مصمم روسي هو اللي عامل الديزاين، لكن في اخطاء في التصميم. احنا من خلال الدبلومه بتاعت المطبخ مع باشمهندس محمود هنتعرف ايه المشاكل اللي موجوده في التصميم من حيث التجميع الخشب، من حيث الهدر بتاعت الخشب، ايه الحاجات التعديلات اللي احنا ممكن نستخدمها عشان نستفيد بالوحدات التخزين ونوظفها بطريقه صح. ده كده ده البلان اللي احنا هنطبق على البرنامج الاوتوكاد، مش هنشتغل 3 دي. اللي عايز يطبقها 3 دي بعد كده دي حاجه تانيه ممكن نعملها بره الدبلوم. تمام، خليني اعرض لحضراتكم الصور بتاعه بقيه المشروع. ده تصميم المطبخ اللي هو اصلا تبع مشروع استديو رقم 27 من ضمن المشاريع السكنيه اللي احنا عاملينها في الدبلومه بتاعه الدبلوم التفاصيل التشطيبات. تمام، دي صور احنا جايبينها من على النت علشان نبدا نتعرف ازاي ان احنا نحول الحاجات دي لرسومات تنفيذيه وتنفيذ. طبعا كان في اخطاء كتيره جدا، المشتركين معانا في جروب دي 24 هم موجودين معانا في الزوم، عملنا تعديلات كتيره جدا في الديزاين مع الرسومات بتاعه التشطيب. تمام، هوريكم بس بشكل سريع بس عشان الوقت الزوم. ده اول مشروع من ضمن التطبيقات اللي احنا هنطبقها من في الدبلومه. ده مشروع تاني، مشروع مطعم مطبخ تاني تبع جروب تي 24 معانا مشتركين هنا من الجروب، برضه هنطبق على نفس المشروع بتاع المطبخ. ده التصميم طبعا هو حلو زي ما باشمهندس محمود قال ان احنا ممكن تبقى الحاجه شكلها حلو، بس احنا لما نيجي ننفذها هنواجه مشاكل كتير قوي في التصميم. نبدا نتعرف ازاي ان احنا نعالج المشاكل دي قبل ما نحطها في التصميم بتاعت التنفيذ. ده صور التصميم بتاع المشروع، انا بس بوريكم مقتطفات من الصور. فكره الورشه عامله ازاي او الدبلومه ان احنا مش بنختار تصميم ونوحد التصميم على كل المجموعات، كل مجموعه جديده في تطبيق مشروع جديد. تمام، هوريكم بس مشروع ثالث. ده بلان برضو مطبخ تاني، مطبخ مفتوح مع ريسبشن تبع جروب 29 اعتقد جروب دي 24. تمام، كان في برضه مشاكل في التصميم، الرسمه اللي انتم شايفينها في البلان ده مش رسم تنفيذي للمطبخ. في الدبلومه التفاصيل التشطيبات اللي هي المستوى المتقدم بنتعلم ازاي نقسم الوحدات. الدبلومه بتاعت المطابق مع باشمهندس محمود نبدا نمسك كل وحده ونعرف ازاي نجمعها وازاي نحدد العدد الواح الخامات المستخدمه في المشروع والتوطيب بتاعت الخامات بتاعتها. تمام، اوريكم بعد كده بقيه الصور. ده شكل التصميم بتاع المطبخ، في حاجات مش مظبوطه في الديزاين نقدر نعرف ازاي ننفذها سواء رخام طبيعي او كوريال او الكلام ده كله، كل ده هنتعمق فيه بشكل تفصيلي في دبلومه المطبخ. مشروع ثالث،
رقم 30 تبع جروب، تبع جروب مش متذكر والله جروب كام، 30 تبع جروب اي 24 اللي هو جروب شهر 6. تمام، ده برضو مشروع مطبخ تاني، مشروع مطبخ تاني مختلف شوية عن المطبخ اللي فات من حيث التقسيم ومن حيث الديزاين. هوريكم بس بقية الصور، ده الشكل الديزاين بتاع المطبخ. تمام، هنبدأ بقى نعمل رسومات تنفيذية للديزاين ده، ايه الصح اللي موجود في التصميم وايه الاخطاء اللي موجودة في التصميم وطريقة تجميعها والحاجات دي كلها. بعد كده مشروع رقم 31 تبع جروب اف 24 المجموعة بتاع شهر 7، ده برضو البلان بتاعت المطبخ، تصميم مختلف، هو قريب من التصميمات قريبة من بعض بس التوزيع بتاعت المطبخ مختلف. احنا بقى نقدر نتعرف ايه المشاكل اللي هنواجهها في التنفيذ سواء في تأسيس الكهرباء او السباكة بتاعت التصميم بتاعت المشروع. اوريكم بس بقية الصور، ده التصميم المطبخ بتاع المشروع رقم 31، ده الديزاين. طبعا في مشاكل كتير هنا في التصميم سواء في توزيع الاجهزه الكهربائيه، هنتعرف بشكل تفصيلي ان شاء الله في خلال الدبلومه ايه الحاجات الصح اللي احنا ناخد بالنا منها بتاعت الاجهزه الكهربائيه. تمام، هوريكم بس اخر صوره، ده برضو التصميم بتاع المنطقه. حبيت بس اعرفكم بس احنا بنفكر ازاي، احنا بنفكر بره الصندوق، مش مجرد ان انا بحفظ الخطوات، انا بعلم المتدرب ان هو اي تصميم بعد كده يجي بعد كده يعرف ازاي يحل مشكله التصميم، لان احنا دلوقتي بنواجه مشكله كبيره في السوق. الناس اللي بتشتغل 3 دي تقريبا بنسبة 95% جزء 50% أو 40% مش متخصصين في الهندسة، لا في تصميم طبيعية ولا هندسة. فهتلاقي أغلب اللي بيعملوا تصميم المطابق يا إما خارجين حقوق آداب تجارة، فالتصميم نفسه فيه أخطاء. فالسوق دلوقتي محتاج حد تكنيكال إزاي يعرف يطلع الرسومات التنفيذية بتاعت الديزاين ده، وإزاي أعرف أنا كمصمم ده صح وده غلط. تمام، ده الموضوع باختصار. حبيت بس أوريكم بس الفكرة بتاعت الدبلومة، اللي احنا ماشيين الدبلومه ماشي ازاي بالنسبه للتصميم، تطبيق التصميم. هبدا بعد كده هرد على كل الاسئله. حابب بس قبل ما ابدا ارد على الاسئله، في معانا مشتركين، انا مش الحقيقه مش هعرف اسماء المشتركين لان العدد كبير هنا في الزوم، فاللي حابب الناس المشتركين معانا في المستوى المتقدم ممكن بس يكتب رقم 5، يكتب بس رقم 5 المستوى المتقدم، يكتب بس رقم 5. ممكن لو حد منكم حابب يشارك مايك، الناس المشتركين معانا في المستوى المتقدم تقريبا باكمانديتا خلود او الناس اللي خلصت التطبيق بتاعت المستوى المتقدم، فممكن باكمانديتا ساندرا، باكمانديتا خلود. انا هفتح بس المايك، معلش انا قفلت المايك بس عشان الصوت، هفتح لحضراتكم المايك. باكمانديتا خلود ممكن تشارك باكمانديتا بعد اذنك لو اتفضل باكمانديتا. السلام عليكم يا باشمهندس، الصوت واضح؟ السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، معلش أنا آسفة، الصوت النهاردة مش واضح شوية، الصوت كده واضح صح؟ الصوت كده تمام، اتفضل. السلام عليكم يا باشمهندسين، أنا باشمهندسة خلود، موجودة خلصت المستوى المتقدم دلوقتي مع باشمهندس محمد من السنة اللي فاتت. يعني كنت عايزة أشكر باشمهندس محمد على المقدمة بتاعة الدبلومة، أنا حقيقي يعني انبهرت بالتفاصيل كالعادة، يعني كل ورشة بيبقى فيه تاتش كده زيادة وفي محتوى زيادة أكتر مما كنت أتوقع، فأنا متفائلة جدا بصراحة بالورشة دي. بالنسبة للمستوى المتقدم، الليفل اللي احنا كنا اخدينه في المطابخ قبل كده، احنا بالفعل كنا متعمقين في المطابخ ضمن الاستوديو، يعني باشمهندس محمد بيخلينا ناخد الاستوديو كامل بفراغات الحمام، بفراغات المطبخ، بكل بأوض حرفيا من بناخد الاستوديو كله، يعني من اول خط بنعيد تاني، بنشوف المشاكل بتاعة التصميم في الاستوديو والعلاقات ما بين الفرش، ونظبط كل المشاكل اللي في التصميم، بعد كده كل شوية بنزود ليفل التفاصيل. يعني عن تجربتي أنا الشخصية، بالنسبة لي كان الموضوع فرق كبير جدا لما بفتكر الشغل اللي أنا كنت بشتغله قبل الدبلومة التفاصيل مع باشمهندس محمد، يعني حرفيا كل شوية بفتكر كمية أخطاء أنا كنت عاملاها في علاقات الفرش. لما الواحد ما بيكونش مثلا مدرك طريقة التركيب، فتح الأدراج، قفل الأدراج، العلاقة ما بين الحاجات دي كلها، يعني ليفل تفاصيل رهيب ما كانش الواحد بياخد باله منه قبل كده وهو بيعمل تصميم على 3D، فحرفيا خاصة في المساحات الصغيرة يعني كان بيعمل أخطاء كارثية والواحد مش مدرك.
فكل مدى ما كل مدى لما بنتعمق مع باشمهندس محمد، خاصة إن هو كل مرة بيدي أمثلة مختلفة، وأثناء الجروب كان بيشرح على كذا مثال، ده غير إن إحنا مفتوح لنا أصلا الورش القديمة، فكمية أمثلة رهيبة، فأنت بتتعرض لكمية مشاكل تصميمية يعني غنية جدا، يعني حرفيا أنت بيبقى عندك حلول لمشاكل تصميمية أنت هتقابلها في شغلك. ده حاجة. الحاجة التانية في المطابخ، يعني انا متذكره ان الباشمهندس كان بيركز معانا حتى في الدعامات الخشب اللي بنحطها تحت الاجهزه، يعني كان بيخلينا نرسم حاجات في المطبخ واحنا لسه ما دخلناش في دبلومه التفاصيل، فانا مش عارفه لما ندخل في دبلومه التفاصيل هنرسم ايه اكتر من كده، ويعني تقريبا خلاص، يعني انا عرفت من الجزء الاولاني ما شاء الله هندخل في ليفل المسمار يعني، بس من الاول وهو كان بيركز معانا في حاجات ما كانتش تخطر على بالي ان انا المفروض اركز معاها اصلا، لكنها مهمة، فانا متفائلة ان شاء الله يعني اللي جاي هيكون ليفل تفاصيل برضو كالعادة هيكون مفيد جدا، وبالتوفيق لكم جميعا. انا اسفة انا طولت، بس الكلام مش مرتب، انا مش محضرة كلام خالص، فان شاء الله يعني تستفيدوا كلكم. كان اتمنى ان انت تعرضي الشغل، بس انا عارف ان انت مش على انا الجهاز، للاسف فمش انا كنت اتمنى فعلا ان انا اوريهم ان احنا عملنا كميه تفاصيل هو رهيبه في على فكره المطبخ، هبعت يعني لهم اللينك، حتى هبعت لهم انا الدرج وهو بيفتح على وهو بيقفل وحاجات كده، بس انا للاسف يعني مش موجوده في البيت فمش عارفه اعرضه. ما فيش مشكله، انا هبعت لهم اللينك التطبيقات الخاص بالمستوى الوراثه المستوى المتقدم، تفاصيل المطابخ المبدئي عامله ازاي مع اكثر من مثال. شكرا لقناتك على المشاركه. حضرتك عرضت التطبيق بتاع مهندسة ضحى، طبعا التطبيق بتاعها اكتر من ممتاز، فهو تقريبا يعني لو كنت اتعمل عليه زوم هيبان كمية تفاصيل رهيبة بصراحة، يعني شكرا لتعب حضرتك ومجهودك يا باشمهندس. بس هندسة ساندرا معلش، ممكن مشاركة بعدينك لو المايك لو مناسب تشاركي هندسة ساندرا. مساء الخير، صوت واضح. بس خلاص هندسة، تمام. أول شيء شكرا كثير باشمهندس، عن جد لتعبك، لأنه لازم أتشكرك. أول شيء أنا باشمهندسة ساندرا، مع باشمهندس محمد بالجروب المتقدم، هلأ تقريبا بآخر مرحلة. أول شيء يعني أول ما فتت على الكورس المتقدم، يعني تقريبا ما كان مستواي، يعني تقريبا شغل كلية شوية خبرة حتى بالشغل بالمكتب، يعني ما كان حتى الشغل بالمكتب بكمية يعني التفاصيل، حتى لدرجة إنه تركيز بأي شيء صرنا نحن ندور. باشمهندس علمنا كيف نحن ندور، كيف نكون هيك حتى فضوليين، يعني نحن نحاول ندور، هو يعطينا المعلومات ويقلنا ندور أكثر. باشمهندس يعني عن جد حضرتك رائع، لأنه يعني كيف انتقل مستوى من ضعيف لمستوى عن جد متقدم، يعني حاسة كثير فرق، وكثير حتى متحمسة هلا انه اخذ معك ان شاء الله كل الكورسات التفصيلية، لانه اكيد متأكدة انه كمية التفاصيل اللي حضرتك تعطينا اياها يعني كثير بتفرق بالمستوى، مثل كأنه نحن عم نشتغل بمكتب من كذا سنة، يعني من سنين طويلة، يعني هذا الشيء عن جد لمسته، ويعني يعني نصيحة شخصية للكل انه اذا اي حدا بيحب عن جد يضل متابع معك، لانه فرق رهيب بالمستوى الشغل، يعني ان شاء الله نقدر بالكورسات، الاكيد اكيد الكورسات الجاية رح تكون لسه اكثر. يعني بحب اتشكرك كثير وعلى المجهود الواضح، لانه حضرتك بتعطي من قلبك، يعني وحتى بناخذ وقت اضافي وحضرتك بتقلنا يعني على كل تفصيلة، بتركز مع كل طالب بكل اغلاط باي تفصيلة بكل شيء، يعني نحن بناخذ وقت اكثر بكل متابعة، وهذا الشيء عن جد شكرا كثير، لانه حضرتك بتركز حتى مع كل شخص، كل مشروع، وكمان تطبيقات المشاريع المختلفة نحن بنشوفها ونتعلم من الأغلاط. يعني شكرا كثير، ما بعرف شو ممكن بس أكثر من هيك. شكرا يا باشمهندس على المشاركة، وأنا هبعت لحضراتكم اللينك التطبيقات بتاع المشتركين موجودة على الصفحة بتاعتنا، نشوف المستوى الشغل.
عشان كده بقول لحضراتكم انا لازم ابقى محدد انا عايز اتعلم تفاصيل ولا عايز اتعلم تقنين. كده كده انا بعلمكم الاثنين، لان انا ما ينفعش اتعلم تفاصيل وانا مش فاهم التقنين. اللي بيبقى فاهم في التصميم ممكن يبقى حد فاكر ان هو كده مصمم شاطر من وجهة نظره، بس احنا من وجهة نظر التنفيذي في سوق العمل فلما بننفذها على ارض الواقع بنكتشف فيه اخطاء كتيره جدا. طبعا انا بنقل لكم الاخطاء الخبرات دي من واقع خبره في خلال 15 سنه، لان انا خريج دفعه 2007 وكنت بشتغل قبل 2007 في سوق العمل، في التنفيذ، في المواقع، في التنفيذ الاساسي، في التنفيذ، في التصميم. انا اصلا بحب التصميم عامه سواء مودرن او كلاسيك. فبنقل لكم الخبرات اللي انا بشتغل بيها من خلال خبرتي في السنوات السابقه من خلال الولايات المختلفه. تمام، شكرا يا فندم على المشاركه. هبدا بس ارد على اسئله، لو عندكم اي استفسار ممكن تكتبوا رقم واحد، وباشمهندس محمود هيشارك معانا بالرد على الاسئله لو عندكم اسئله فيما يتعلق بالمطابق او في الروتينات التنفيذيه بشكل عام، وبعد كده هنرد على حضراتكم على كل الاسئله. اللي عنده استفسار هيكتب رقم واحد. اللي عنده اي استفسار هيكتب رقم واحد، لو تمام ممكن تكتبوا رقم. طيب انا عاوز اقول اتفضل يا دكتور، ما خدتش بالي والله، اتفضل يا دكتور اثمان، دكتوره اثمان اتفضل اتفضل يا حبيبي. دكتور اثمان اتفضل. السلام عليكم، عاملين ايه؟ صوت صوتي كده واضح واضح ولا تمام. لا؟ ازيك يا باشمهندس محمد؟ ازيك يا باشمهندس محمود؟ والله العظيم يعني مفتقداكم اخر حاجه. اخباركم ايه؟ بص يا سيدي، انا عايزه اقول رايي بخصوص الكونفيوجن الموجود في السوق من خلال الرسومات التنفيذيه والتشطيبات. أو إيه الأول؟ نتعلم تشطيبات الأول ولا نتعلم رسومات تنفيذية الأول؟ طب مين فيهم أهم؟ هل الرسومات التنفيذية أهم من التشطيبات ولا التشطيبات أهم من الرسومات التنفيذية؟ وبما إن حضراتكم متابعيني وأنا فعلاً بقالي فترة كبيرة بشتغل في التدريب الميداني، ودلوقتي ربنا أراد إن أنا أشتغل مع طلاب من كل جامعات مصر متخصصين في تصميم داخلي بس، أقدر أقول لكم إنه لا غنى عن الاثنين. بمعنى لسه الباشمهندس محمد بيقول التصميم من وجهة نظر اللي بيشتغل ورك دروينج او تنفيذي، لان انا وانا بعمل تصميم ومش فاهم هيتنفذ ازاي مستحيل يترسم، مستحيل يتنفذ. فبالتالي البرودكت اللي انا بعمله از ديزاين او فكره تصميميه بتبقى انريل، فبالتالي ما بتتنفذ، بيبقى الواقع والتنفيذ حماده، والتصميم وال3 دي رندرنج حماده، والورك بروجرامنج حماده ثالث خالص. فيا جماعه بعد اذنكم بس عشان الكونفيوجن ده والمسج اللي انت كنت بترد عليها وكل الناس كانت بترد عليها، لوان ورك شوب ولا مش عارفه مين، طب التنفيذ الاول ولا التشطيب. لو انتوا بتاخدوا رايي اكاديمي لازم الورك شوب دراونجز الاول يا جماعه، الورك شوب دراونجز لازم تتعمل الاول، وده مش هتعرف ترسمه صح الا لما عينك تشوف ارض الواقع. لازم عينك تشوف السايت بيتعمل فيه ايه، احنا بنقول حسب اصول الصناعه الجيده لازم حضرتك تبقى فاهم البند بيتنفذ مظبوط ازاي. بعد كده ابدا ادخل في الديتيلز بتاعت الرسم والكواليتي بتاعت الرسم، لان الرسم ليه كواليتي، لازم يبقى متخصص انه دي لغه عالميه الناس كلها بتقراها، ولازم يبقى ليها كود زي ما الباشمهندس محمد بيعمل. باشمهندس محمد ميزته، ودي والله مش مجامله عشان هو صديق واخ، لا هو فعلا من الناس اللي بتبقى مركزه جدا في الشغل، ومن الناس اللي فعلا بتكون دقيقه في التفاصيل، ودي ميزه المصمم الشاطر انه يكون مركز كل خط رايح فين وليه، ولازم يبقى الانديكيتر بتاعه باين وواضح، سواء لعامل هينفذ، سواء لمقاول بيعمل الكوتيشن بتاعه، سواء لمهندس شايف الريندر بتاعه مظبوط. عشان كده باشمهندس محمد بيبدا من اول ممرات الحركه، من اول فكره التصميم، من اول اللي ينفع واللي ما ينفعش، بعد كده ازاي تعمل الانديكيشن بالرسم المعماري مظبوط، وبعد كده ازاي تعمل له كود، وبعد كده ازاي تعمل كوتيشن، بعد كده ازاي تعمل سايت. كل التفاصيل بالترتيب مهمه جدا في الشغلانه. انت تحترف ايه وانت تحب ايه وانت تلاقي نفسك في ايه انت اللي تختار، لكن لازم تعدي على كل البروسيس دي عشان تعرف تختار انت عايز تبقى مين فيهم، تبقى المقاول اللي بياخد شغل التشطيبات، ولا تبقى المهندس اللي بيعمل فكرة التصميم بيبيع الريندر بتاعه،
ولا تبقى المهندس اللي بيعمل فكره التصميم والرندر بتاعه، وبعد كده بيفصلها وبيعمل لها الورك شوب دروينج اللي هو الباترون بتاع التفصيل بتاع الموضوع، علشان في الاخر يبقى الواقع هو اللي في صوره الكادر بتاعت الرندر. عمرك ما هتوصل للمرحله دي الا لما ترايل ايرور، ما حدش هيعرف يعمل ده الا لما تحاول مره واثنين وثلاثه، وكل مره يبقى عندك تحديات، وفي الاخر توصل ان انت تعرف تسد بالتحديات دي وتعرف تحقق كل متطلباتك فيها. انا بقول رايي بمنتهى الصدق والامانه، لان فعلا انا دربت على يعني على مستوى شهرين او شهر ونص، لسه ما كملتش شهرين، 400 طالب، 300 عندي في المعهد، معهد القاهره الجديده، معهد فنون تطبيقيه القاهره الجديده، و100 من جامعات مصر، حلوان و6 اكتوبر والجامعه الروسيه، وجالي برضو ناس من جامعه 6 اكتوبر، وجالي ناس من الجلاله. فاصبح اللي بيشتغل في الفيلد ده عايز يجرب ستارت، واغلب الريكومنديشن انا بقى عامله كور للرغبات، اغلب الريكومنديشن كانت جايه على السايت فيزيت او تكنيكال سايت. طبعا في ناس راحت للفرنتشر وكانوا مبهرين جدا بموضوع برودكشن بتاع الاساس او تصميم الاساس او ديزاين برودكت عموما، بس بنسبه 56% من الرغبات كانت سايت. الحمد لله انا شغاله فيها والناس فعلا استفادت، وفي ناس لسه بتنزل السايت، بس التوجه ده معناه ان الناس عندها احتياج في الحته بتاعت ارسم تكنيكال ازاي، وعشان ابقى انزل سايت ابقى فاهم الرسم اللي بيتنفذ ده بيتنفذ ازاي. البروسيس دي مش هتتم غير بالممارسه يا جماعه، لازم حضرتك تمارس مره واثنين وثلاثه عشان شغلك يبقى مظبوط، عشان تعرف الكواليتي بتاعت العامل اللي معاك شكلها عامل ازاي، عشان تعرف اصول الصناعه الجيده زي ما بنقولها في التوصيف بتاع الفنون. انا مش عايز اطول عليكم، بس الموضوع مهم جدا اللي بيقدمه الباشمهندس محمد الكاشف لا غنى عنه، وانا الطلبه بتوعي الحمد لله معاه، والحمد لله هو بيقدر يحولهم من والى في 10 ايام. ما شاء الله عليه، ربنا يبارك له وربنا يزيده وربنا يحميه، ربنا يرضى عليه كمان وكمان ويوسع عليه من كل حته، مركز جدا في شغله. محمود باشمهندس محمود طبعا دلوقتي هو زميل، انا بفخر ان هو كان في من الايام من تلامذتي، هو كان من اجمل واجدع واشطر واكثر بني ادم ملتزم في تلامذتي، كنت كل ما اخش محاضره تاني محاضره هايلايت هيز وورك، لان هو بجد مركز وبجد شاطر ومتفوق وهيفضل كده طول عمره. انا بذكره وبتمنى ان انتوا تحضروا معاه ورشه، انتوا هتستفيدوا منه جدا، انا اتعلمت من محمود حاجات كتير وهفضل اتعلم منه، لان هو اضافه اساسا كانسان. ربنا يبارك له يا رب ويفرحنا بيه قريب ان شاء الله باذن الله، ورشه موفقه. انا بدعمكم كل الدعم، وراكم ومعاكم وبشجعكم، وهفضل اشتغل معاكم عشان خاطر كل الناس في المجال ده يبقى بنفس الجوده اللي حضراتكم بتقدموا بيها شغلكم. بشكركم جدا على ادائكم، بشكركم جدا على اخلاصكم في العمل، بشكركم جدا 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 على كل حاجه بتعملوها بشكل مجاني، لان ده اللي بيعرف الناس الفرق ما بين اللي هم مش فاهمينه خالص، يعني في طالب ما بيبقاش فاهم هو المفروض هو محتاج ايه، فلما بيخش الورشه المجانيه خلاص بيبقى عارف انه خلاص ده مهم جدا، فبيبدا يشترك بعد كده في الورش المتقدمه. شكرا شكرا جزيلا لوقتكم، بتمنى دايما تبقوا في ورش متقدمه وتبقوا دايما من احسن لاحسن، وان شاء الله باذن الله دايما نلتقي على خير في سوق العمل. شكرا يا باشمهندس محمود، شكرا يا باشمهندس محمد، شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور على الكلمة الطيبة والنصيحة اللي حضرتك وضحتيها من خلال الدراسة في الأكاديمية عشان الناس تبقى فاهمة، لأن في ناس بتتقال طب حضرتك ليه ما بدأتش بالتفاصيل؟ أنا من وجهة نظري لو بدأت بالتفاصيل زي ما حضرتك قلت بالظبط، إن التصميم المشاكل في السوق في التصميم وربط التصميم بالتنفيذ. كان مهندس قاسم كان لسه متواصل معايا من أسبوع بيشتكي لي، بيقول احنا بيجي لنا ناس تصميم بس بنقعد نحل مشاكل كتير في التنفيذ، والعكس في ناس شاطره في الوركينج بس مش فاهمين في التصميم. فلازم الديزاينر او المصمم اللي بيقدم اللوحه لازم يبدا من اول الخط زي ما الباشمهندسه فلوس قالت لحد الرسومات التنفيذيه، عشان ده بيسهل في الشغل التنفيذ في المتابعه، الخطوات في الشغل كلها تبقى مظبوطه. بس فده كان من ضمن المشاكل اللي كان قال عليها باشمهندس قاسم، معرفش حضراتكم تعرفوه ولا لا. هو مهندس سايت تنفيذ، كان في تواصل تليفون ما بينه وما بينه من فتره كبيره، كنا حابين نعرف ايه المشاكل اللي موجود في سوق العمل بالنسبه للمهندسين اللي بتشتغل في السوق. اتمنى ان احنا وضحنا لحضراتكم المحتوى بتاعت الدبلومه بتاعت المطابخ،
فحضراتكم لو عندكم اي اسئله، احنا لسه قدامنا 2 أو 3 دقائق، لو تمام نكتب رقم 10. قبل ما نختم الزوم حابب بس اعرف كل الناس اللي حاضرين معانا، اللي اول مره يحضروا معانا الزوم، اللي اول مره يحضروا معانا الزوم، ممكن تكتبوا تخصصكم، لو تقنين داخلي اكتبوا مثلا رقم 1، لو عماره اكتبوا رقم 2. بعد اذن حضراتكم. إيه كله تطمين داخلي، اوكي. ولو الناس في قسم عمارة تكتب رقم 2، لو تخصصات اخرى تكتب رقم 3، ما فيش مشكلة. إيه اوكي. إيه بشمهندس محمد علي، بشمهندس مايس، بشمهندس محمد عبد الفتاح، تمام. او كل الناس اللي شاركت طبعا من ضمن المشاركين المتميزين معانا، هم طبعا عارفين نظام المتابعات بتاعة الكورس. طيب تمام. طيب باشمهندسة، في حد كان كاتب فيه سؤال سريع؟ اتفضل باشمهندسة خلود، اتفضل باشمهندسة. سريعا يا باشمهندس، معلش، هو دلوقتي عشان أول مرة أحتك بمجال المطابخ، يعني كبروفيشنال مطابخ بقى، هل كل الأماكن بتاعة تنفيذ المطابخ لازم أكون رسمة الرسومات التنفيذية بتاعة كل علبة لوحدها وأعمل كاتنج ليست وكده، ولا مش لازم؟ يعني زي ما حضرتك معلمنا إن في ليفل من التفاصيل بيبقى مطلوب في كل حاجة، يعني كل حاجة بيبقى ليها ليفل معين، فإيه الدارج في السوق؟ بص يا باشمهندس، لو هتشتغل في مكتب تبع مطابخ ممكن النقطه دي هيجاوب عليها باشمهندس محمود اكتر بشكل تفصيل، بس انا اقول لك من واقع خبرتي، يعني انا لو بنفذ المطبخ انا اللي بعمل الرسومات ده وبتابعها مع المصنع او الورشه، لان انا عارف الحاجات دي هتتجمع ازاي. لكن لو هتشتغل في مكتب فني بتاع مطابخ او مطلوب رسومات تنفيذيه، لازم تعمل لي الرسومات زي ما وضح باشمهندس محمود. ممكن باشمهندس محمود لو حاضر معانا، ما اعرفش هو موجود معانا على الزوم ولا لا، باشمهندس محمود ممكن بس تفضل السؤال، بس باشمهندس خلود على السؤال بتاعك. موجود معاك يا هندسة. بصي يا باشمهندس باشمهندسة، لو خلود، أنا مش فاهم سؤالك قوي، بس لو أنت عاملة عايزة تعملي مطبخ بره ومعاكي الرسومات التنفيذية ليه وعايزة تنفذيه، مش فاهم هو ده قصدك ولا إيه؟ هل انا يعني كل المطابخ بتتعامل بان انا اعمل كاتنج ليست واعمل رسمه لكل علبه، ولا احنا ممكن نعمل بلان للمطبخ وسيكشن للمطبخ زي ما بنعمل مع باشمهندس؟